بسم الله الرحمن الرحيم. مكتبة الصوت الإسلامي تقدم. أيا الله الفاروق، أيا الله الفاروق، أيا الله الفاروق، خلك عودتك فإن جيوش الروم تنهى وتامر رفاق فرد الأخوار قد وجوههم وجيشك في البلقان خلت وكفروا نساء سرايا يدك حل بالأجى وفي بيت نفس القادرات وقصر أتيقوا يا شباب الإسلام أتيقوا فإن قوة كل أمة باسم شبابها نصف مليون من أمة محمد يقفوا طرابير من الصباح حتى المساء لشراء ذكرى أغني على من أغني عليه وهلك من هلك في تلك التجمعات وعلى ماذا نبيهم من دفع نبيهم من دفع وأمة أمتهم وهم يسبحون فقالوا بالعهد الكروم ولم يسلم القرآن منهم فصبوا جام غضبهم وحقدهم على كتابنا فقالوا عن القرآن آيات شيطانية وألفوا كتبا في ذلك بل وصل بهم الحق إلى تجويد القرآن ودافعوا تحت الأقدام ولو كان عندنا أمر أو معتصم وصلاح الدين ما تجبروا على ذلك أترون أننا أسسنا دينهم المحرف من قريب أو من بعيد أننا استهزأنا بدينهم فلماذا يتطاولون علينا وإني والله لأعتق من أولئك الذين يقولون إخواننا النصارى أي إخوان أي إخوان إنما المؤمنون أخوة أخوة التوحيد أخوة الرابطة رابطة لا إله إلا الله محمد رسول الله وأي تقارب بيننا وبينهم بل زادوا في وصاحتهم قالوا يد الله مغلولة غلت أيديهم غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مرصوفتان قبح الله وجهك تسخط أنت وشعبك وصحابتك بأغلى بشر في حياتنا وتريد منا أن نمد لك يدنا أما أعطيت الفرصة للتراجع إن الأزمة التي حدثت أكبر من الدنمارك نعم أكبر يا عدو الله بلى أنت ولا قوى الكفر مجتمعة تكتب على أمة محمد صلى الله عليه وسلم إذا وحدت وحدها واعتصمت بربها وتمسكت بكلمة نبيها صلى الله عليه وسلم. مكتبة الصوت الإسلامي على الشبكة العنكبوتية تقدم لكم هذه المادة والتي هي بعنوان وكفيناك المستهزئين لفضيلة الشيخ خالد الراشد. الحمد لله على إحسانه والشكر له سبحانه على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. أوصيكم ونفسي عباد الله بتقوى الله. أحبتي، رأت قريش وطواغيتها بعد أن صبت على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أصناف العذاب وأنواع البلاء أن هذا لم يصرفهم عن دينهم ولا عن دعوتهم، ففكروا بأساليب أخرى تتلخص فيما يلي. من هذه الأساليب السخرية والتحقير والاستهزاء والتضحيك، قصدوا بهذا تخذيل المسلمين وتوهين قواهم المعنوية، فبدأوا بشخص النبي صلى الله عليه وسلم. فاسمع أقوالهم كما أخبرنا ربنا تبارك وتعالى فقال: وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. وقال سبحانه عنهم: وعجيبوا أن جاءهم منذر منهم. وقال الكافرون: هذا ساحر كذاب. فتارة يتهمونه صلى الله عليه وسلم بالجنون، وتارة بالكذب، وتارة بالسحر،
وتارة بالشعوذة والكهانة، فتأتيه المواساة من ربه: ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل، ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، فلك في من قبلك أسوة، فلا تضعف ولا تحزن، ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. اسمع ماذا قالوا عن نوح عليه السلام حين أوحى الله إليه أن يصنع الفلك. قال الله: ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قال: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، فسوف تعلمون. من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. وجعلوا لأصحابه صلى الله عليه وسلم نصيبا من السخرية والاستهزاء، فقال الله: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. سبحان الله، أهل الهداية وأهل الاستقامة أصبحوا هم أهل الضلال. أليس هذا معتقد من كان من قبل فرعون ومن معه حين قال لقومه: ذروني أقتل موسى وليدعو ربه، إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. واليوم شباب الصحوة يواجهون مثل هذا الأسلوب من أصحابهم، بل وحتى من أهاليهم وأقرب الناس إليهم. فإذا بدل الشاب والفتاة النور بالظلام والهداية بالضلال وساروا على دروب الهداية، انطلق الهمز واللمس. فتاره يقولون: وسوس فلان، وتاره يقولون: تطرف فلان، وتاره يقولون: أصبح إرهابيا. أقول: اصبر فإنك على الحق المبين. أقول: اصبر فإن العاقبة للمتقين. اصبر فإن وعد الله حق، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. واعلم أنك تهان ويستأذوا بك في ذات الله ومن أجل الله، وما أجمل ذلك وأهونه. وما أجمل قول خضاب وهو يقطع عضوا عضوا، ويقال له حين طلبوه في التنعيم، يقال له: أوددت أنك في بيتك بين أهلك معافا سالما ومحمد في مكانك؟ قال: والله ما ودت أن محمد يشاك بشوكة، والله ما ودت أن محمد يشاك بشوكة، وأنا بين أهلي وبين عيالي يساومونه على دينه، وهو يقول لهم: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب في الله كان مصرعي، وذاك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. ومن أساليب مواجهة الدعوة أيضا تشويه تعاليم الإسلام وإثارة الشبهات وبث الدعايات الكاذبة ونشر الأكاذيب الواهية عن الإسلام وأهله والإكثار من ذلك، وكل ذلك لصد الناس عن الحق. فهاجموا القرآن فقالوا: أساطير الأولين اكتسبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. وزادوا في إفكهم وقالوا: إن هذا إلا إفك اشتراه وأعانه عليه قوم آخر. وأخذوا يرمون الشبه حول القرآن فقالوا: وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. فجاء رد الرحمن: كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. ثم أخذوا يهاجمون الذي أنزل عليه القرآن فقالوا: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا، أو يلقى إليه كنز، أو تكون له جنة يأكل منها. وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. شبه وأباطيل لصرف الناس عن النور الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يترك القرآن لهم فرصة أو مجالا، بل رد الله عليهم، رد شبههم وأباطيلهم. فقال الله: وقالوا لولا أنزل عليه ملك، ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. هكذا هم البشر أهل جدال ومماطلة، كما قال الله: ولقد صرفنا في هذا القرآن من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. لو كان ملك
لقالوا لماذا لم يرسل الله لنا بشرا مثلنا؟ هذا هو أسلوب الجاهلية الماضية وهذا هو أسلوب الجاهلية الحاضرة. اعلم رعاك الله أن الملائكة لا تسكن في الأرض، ولو كانت الرسل ملائكة فالحجة لا تقوم على البشر، فمن ذا الذي يستطيع أن يتعبد الله كما تعبده الملائكة؟ قال الله عن ملائكته: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون والبشر عصاة مذنبون. وقال الله عن ملائكته: وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. والبشر أهل غفلة، بل بعضهم يذكر ولا يتذكر. قال صلى الله عليه وسلم: أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع أربعة أصابع إلا وملك ساجد وملك قائم. أهل السماء يلهجون ويقولون سبحان ذي الجبروت، وأهل السماء يلهجون ويقولون سبحان ذي الملكوت، وأهل السماء يلهجون ويقولون سبحان الحي الذي لا يموت. فإذا قامت الساعة قالوا سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. فمن ذا الذي يستطيع أن يفعل فعلهم؟ لكن قل كما قال الله: وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. قل لو كانت الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. الله أعلم حيث يجعل رسالته، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وها هي جاهلية اليوم تحذو حذو جاهلية الأمس وتسير على طريقها في حربها على الإسلام وأهله. ها هم اليوم يرمون الإسلام وأهله، ها هم يرمون الإسلام وأهله بالغلو والتطرف والإرهاب، لأننا لا نقبل الذل ونريد أن ندافع عن ديننا وعن مقدساتنا وعن أعراضنا. سلبونا حتى أبسط حقوقنا الشرعية، سلبونا حتى أبسط حقوقنا الشرعية، ألا ندافع حتى عن أنفسنا؟ لا نستطيع حتى ندافع عن أنفسنا. يريدون أن يستهلكون أعراضنا ويسلبون مقدساتنا، ونحن نرى ونسمع ماذا يصنعون. يقول كلب الوزراء الدنماركي بعد أن صنع الرجال به وبسفاراته ما صنعوا، يقول: هؤلاء المتطرفون يسيئون للإسلام. قبح الله وجهك، تسخر أنت وشعبك وصحافتك بأغلى بشر في حياتنا وتريد منا أن نمد لك يدنا؟ أما أعطيت الفرصة للتراجع؟ ولكن ضحك عليكم الشيطان وزين لكم سوء أعمالكم. يقول وزير خارجيتهم معترفا: إن الأزمة التي حدثت أكبر من الدنمارك، نعم أكبر يا عدو الله، فلا أنت ولا قوى الكفر مجتمعة تكبر على أمة محمد صلى الله عليه وسلم إذا وحدت صفها واعتصمت بربها وتمسكت بسنة نبيها صلى الله عليه وسلم. لا أنت ولا قوى الأرض مجتمعة، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الذين كفروا لا مولى لهم. إن كان الله معنا فمن ذا الذي يستطيع أن يهزمنا؟ اليوم يرمون الإسلام ويتهمونه بالتخلف والرجعية، لأننا لا نقبل ولا نبير ولا نريد حضارتهم المادية التي تقوم على الأنانية والرأسمالية والإباحية. ولم يسلم القرآن منهم فصبوا جام غضبهم وحقدهم على كتابنا، فقالوا عن القرآن آيات شيطانية وألفوا كتبا في ذلك، بل وصل بهم الحقد إلى تدنيس القرآن وداسوه تحت الأقدام. ولو كان عندنا عمر أو معتصم أو صلاح الدين ما تجرأوا على ذلك. أيا عمر الفاروق، أيا عمر الفاروق، أيا عمر الفاروق، هل لك عودة؟ فإن جيوش الروم تنهى وتأمر، رفاقك في الأغوار شدوا سروجهم، وجيشك في البلقان صلوا وكبروا، نساء سرايات تكحن بالأسى، وفي بيت لحم قاطرات وقصروا. ثم
ومادت جاهليتهم وظهر شكلها الذي لم تستطع إخفاءه، فكتبوا مقالات ورسموا رسومات تستهزئ بنبي الإسلام عليه من ربه الصلاة والسلام، ثم تواصوا على الباطل وأظهروا ولاءهم لكفرهم كما قال الله: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض. تكشرت ألمانيا وفرنسا وأسبانيا والنمسا ونيوزلندا وولاياتهم المتفرقة أتواصل به، بل هم قوم طاغون. صدقوني صدقوني عباد الله، ليسوا هم الخطر، فنحن نعرف عداوة هؤلاء، لكن الخطر هم أولئك الذين يتكلمون بألسنتنا ويلبسون مثل ثيابنا ويعرفون نقاط ضعفنا وقوتنا لأنهم يعيشون بيننا. قال الله عنهم: هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله أنى يؤفكون، فضحهم الله فقال عنهم: والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم، إن المنافقين هم الفاسقون. ها هم يعيشون في الأرض فسادا عبر شاشاتهم وقنواتهم وصحفهم التي تطلع علينا صباح مساء. ومن الأساليب التي حاربت بها قريش دعوة الحق أنهم لما رأوا قوة الإسلام تزيد يوما بعد يوم، وحتى لا يخسروا كل شيء يريدون إمساك الحبل من طرفين، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: تعال نترك بعض ما نحن عليه وتترك أنت بعض ما أنت عليه. قال الله فاضحا إياهم: ودوا لو تدهنوا فيدهنون. قال مجاهد في هذه الآية: أي ودوا لو تركنوا إلى آلهتهم وتترك ما أنت عليه من الحق. روى ابن إسحاق بسنده قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يطوف بالكعبة اعترضه الأسود بن عبد المطلب والوليد بن المغيرة وأمية بن خلف والعاص بن وائل، وكانوا ذوي سنان أي ذوي قوة في قومهم، فقالوا: يا محمد هلما فلنعبد ما تعبد وتعبد ما نعبد، فنشترك نحن وأنت في الأمر، فإن كان الذي تعبد خيرا مما نعبد كنا قد أخذنا بحظنا منه، وإن كان ما نعبد خيرا مما تعبد كنت قد أخذت بحظك منه. فحسم الله تلك المفاوضات المضحكة بهذه المفاصلة الجازمة. بسم الله الرحمن الرحيم: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. أترون أننا استهزأنا بدينهم؟ أترون أننا مسفنا دينهم المحرف من قريب أو من بعيد؟ فلماذا يتطاولون علينا؟ ونفس المفاوضات والدعوات يطلقونها اليوم للحد من انتشار الإسلام الذي أثبت أنه قوي مهما كانت الظروف والأحوال. فباعترافهم فإن الإسلام هو أسرع الأديان انتشارا في الأرض. لذلك نسمع اليوم الدعوات إلى تقارب الأديان والدعوة إلى تنازلات ومداهنات، والقبول بهذه الدعوة كفر والعياذ بالله. القبول بمثل هذه الدعوات كفر والعياذ بالله. فالإسلام جاء ناسخا ومهيمنا على كل هذه الأديان. قال الله: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وإني والله لأعجب من أولئك الذين يقولون: إخواننا النصارى. أي إخوان؟ أي إخوان؟ إنما المؤمنون أخوة، أخوة التوحيد، أخوة الرابطة، رابطة لا إله إلا الله محمد رسول الله. وأي تقارب بيننا وبينهم؟ إن قبولنا لهذه المداهنات اعتراف منا أنهم على حق، وأن الله ثالث ثلاثة، وأنه لا بأس أن تعبد الأصنام والأوثان بدعوى الحرية الدينية والتقارب بين الأديان الأرضية والسماوية. يقولون: بيننا وبينكم نقاط التقاء كثيرة. ونحن نقول: أين هي؟ إن كان الأساس الذي يقوم عليه دينكم باطل، ردنا عليهم وعلى كل دعواهم وأباطيلهم ما قال الله على لسان رسول الإسلام عيسى عليه السلام. قال الله: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله
فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وما للظالمين من أنصار؟ أي تقارب بيننا وبين المجوس وعباد البقر؟ وأي تقارب بيننا وبين الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء؟ بل زادوا في وقاحتهم وقالوا يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان. أي تقارب بيننا وبين هؤلاء؟ تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. فلا تقارب بيننا وبينكم، بل والله العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. ومن الأساليب التي اتخذتها قريش للحد من الدعوة وانتشارها المقاطعة والحصار الاقتصادي، وسنذكر هذا بتفصيل في جمعتنا القادمة بإذن الله، لنبين للجميع بأن مقاطعتنا لهم شرعية. شاء من شاء وأبى من أبى. أما تراهم بأممهم المتفرقة كلما خرج عن طاعتهم أحد من البلاد الإسلامية ضربوا حصارا اقتصاديا على تلك البلاد؟ أسمعتم أنهم حاصروا بلاد كفر مرة واحدة؟ وللحديث عن هذا مزيد في الأيام القادمة بإذن الله. سأختم ببيان أعظم مسائل الجاهلية اليوم للصد عن دين الله ومنع الدعوة وانتشارها. إن أعظم وسائلهم وأسلحتهم هو إغراق الناس في الشهوات، وذلك عن طريق الإعلام الخائن الماجن الذي يشيع الفواحش وينشر الرذيلة. يريدون أن ينجرف الشباب في تيار الإباحية والفجور وبث سموم المخدرات التي قتلت آلافا من شباب الأمة، وسهلوا السفر واختلاط الحضارات، وأصبح كثير من أبناء المسلمين مدمني خمر ومسكرات. وكما قال قائلهم: كأس وغانية يفعلان في أمتي الشر أكثر مما يفعله ألف مذبع ودبابة. واجهونا عسكريا مرات ومرات لكنهم لم يستطيعوا علينا في أرض القتال، فبدلوا حربهم إلى حرب إعلام وإباحية. ولما سألوا الشيوعي الكافر كارل ماركس ما هو البديل عن العقيدة الألوهية، قال: المسارح والنوادي وملاعب الكرة. وما أدراك ما المسارح والنوادي؟ وما أدراك ما الملاعب؟ يكفيك أنها ملاعب. ولقد نشرت الأخبار بالأمس ذو الوعار، ولقد نشرت قنواتهم الإخبارية بالأمس ذو الوعار، تصدقون أن 500,000 وقفوا في طوابير بالأمس لشراء تذكرة لمباراة كرة قدم نهائية؟ 500,000 من أمة محمد يقفون طوابير من الصباح حتى المساء لشراء تذكرة. أغمي على من أغمي عليه، وهلك من هلك في تلك التجمعات، وعلى ماذا؟ نبيهم يسب وأمتهم تهان، وهم يجمعون أمام ملاعب الكرة. أثيقوا يا شباب الإسلام، أثيقوا، فإن قوة كل أمة في شبابها. وهل انتصر الإسلام في أول عهده وفي كل عصوره إلا بالشباب من أمثال مصعب ومعاذ وأسامة بن زيد والوليد وابن خطاب؟ فأين شبابنا من هؤلاء؟ هيأوك لأمر لو كنت تعلمه فاربع بنفسك أن ترعى مع الهملي. دخل بلال على النبي صلى الله عليه وسلم قبيل الفجر لإشعاره بصلاة الفجر، فوجده باكيا، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم يبكي، فقال: تبكي بأبي أنت وأمي؟ تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال: يا بلال، أنزل الليلة علي آيات
أنزل علي الليلة آيات ويل لمن قرأها ولم يتدبرها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيت وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخذنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فلما تدبروا وتفكروا وعملوا جاءهم الجواب فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر من أنثى بعضكم من بعض. الذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا سمعت التضحيات فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لو لم يكن عندنا من الله إلا هذه البشارة لكفر. لو لم يكن عندنا من الله إلا هذه البشارة لكفر. فإن الفجر قريب وموعدهم الصبح. أليس الصبح بقريب؟ اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الموحدين. اللهم انصر من نصر الدين. اللهم انصر من نصر الدين. اللهم انصر من نصر الدين واخبر من خذل عبادك الموحدين. اللهم عليك بالمستهزئين. اللهم عليك بالمستهزئين. اللهم اخرس ألسنتهم وشل أيديهم وجمد الدماء في عروقهم واجعلهم آية وعبرة يا رب العالمين. إنهم لا يخفون عليك ولا يعجزونك يا قيوم السماوات والأراضي. اللهم عليك بالنصارى ومن ناصرهم والشيوعيين ومن شايعهم واليهود ومن هاودهم. عليك بالمنافقين وأعداء الملة والدين. إنهم لا يعجزونك يا جبار السماوات والأراضي. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك الذين يجاهدون من أجل إعلاء كلمة دينك. انصر من نصرهم، اخذل من خذلهم، قوي عزائمهم، اربط على قلوبهم، افرغ عليهم صبرا وثبت الأقدام. اللهم كن معهم في العراق وفلسطين والشيشان وفي أفغانستان وفي كل مكان. كلهم عونا وظهيرا ومؤيدا ونصيرا. فك أسرانا وأسراهم يا رب العالمين.